اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات ضد الرجاله، ولكن حلقتنا النهارده مختلفه شويه. معانا واحد من اهم الشخصيات المؤثره في العالم العربي في مجال التطوير التعليمي والذاتي. هو طبيب ومحاضر وكاتب وباحث علمي وكمان عازف بيانو. الحس الفني اللي عنده خلاه تقريبا من اشطر طلاب الثانويه العامه في جيله، حاصل على 99.9% في الثانوية العامة، فحب ان هو ينقل تجربته بشفافية لطلاب الثانوية العامة عشان يكون الجايد ليهم في طريقة التعليم او في طريقة المذاكرة. واصدر كتابه اللي هو بطل دح وذاكر صح، وكان فعلا مؤشر كبير قوي وكان الجايد لطلاب الثانوية العامة، وحتى الان اجيال كتير لسه بتتعلم منه. استخدم حسه الفني وعمل رواية اسمها إلى بيروتية، ومزج فيها بين الحب والجمال، وكمان ما توقفش بس عن كده، لا كمان كمل وعمل كتاب جراحة نفسية، واللي كان نقول مؤشر كبير قوي أو جايد كبير لناس كتير في مجال الصحة النفسية وتطور فيه. والكتاب ده لقى رواج كبير قوي ولقى قبول كتير، في مش بس في مصر، لا كمان في العالم العربي كله. معانا النهارده دكتور صلاح قطب. اهلا بيك يا دكتور. ما هذه المقدمه العظيمه؟ المقدمه هايله بصراحه، تستاهلها طبعا. شرف انها منك. وطبعا دكتور ابراهيم هيكل، ضيف شرف البرنامج. منورنا. شرف بيكم، وانترو هايله بصراحه، يعني اكتر من حق اكيد، فانا مبسوط ان انا معاكم. وبعيدا عن المقدمه الجميله دي كمان، فانت تستحق كل كلمه وكل حرف. الله يخليك، انا مبسوط ان انا معاك واتشرف. دايما متميز ودايما في نجاح. الله يخليك دكتور صلاح. اتفضل. في سؤال دايما بنساله في بدايه حلقتنا، يلا. الراجل محتاج ايه من الست؟ شفت النفس ده كله؟ ده سؤال محتاج حاجه كتير قوي. يعني اللي خطر في بالي دلوقتي الآية القرآنية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الموضوع أكبر من أن الراجل عاوز إيه من الست أو أن الست عايزة إيه من الراجل. الفكرة كلها وإحنا موجودين، أو إحنا موجودين أصل الحياة ليه أصلا. ومن آياته أن خلق لكم من يعني شوفوا التعبيرات القرآنية الدقيقة: من أنفسكم أزواجا. يعني كأن المرأة، أو مش كأن، هو ده الطبيعي أو ده اللي حاصل، إن المرأة خلقت من نفس الرجل، خلقت من نفسه. يعني هي لما تيجي كده تتعامل مع المرأة، أو مع بالظبط تتعامل مع المرأة أو مع حبيبتك، هي خلقت من نفسك، هي بعض منك. فكون الإنسان يبدأ يدرك هذا المعنى، فهيخلي تتابع الآيات أو تتابع الآية اللي حاصلة لتسكنوا إليها. يعني انا مش عاوز لو جيت سالتيني تقول الرجل عايز من الست، لا ده هو اللي تسكنوا اليها. ده احنا في عمق اكبر بكتير من فكره احتياج او فكره انا عاوز. لتسكنوا اليها، السكن ده من يعني من اعمق المعاني اللي بتعبر عن علاقه الرجل بالمراه. لتسكنوا اليها، شوف سكنك في البيت، بيتك هو بيمثل لك الامان، السكن هو بيمثل لك الحاجه اللي بتحميك من اضرار العالم، السكن هو اللي بيمثل لك الحاجه اللي هو اعلى عامل امان ليك، سكن. فلتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الاثنين دول او المعنيين دول، احنا مش بنقول وجعل بينكم حب، ولا وجعل بينكم قوامه، ولا وجعل بينكم موده ورحمه اعمق. فاجابه سؤالك، الراجل عاوز ايه من الست؟ محتاج ايه من الست؟ السكن والمودة والرحمة. أنا شايف إن في اعتقادي دول أهم حاجة. ودول المعنى الأشمل للعلاقة. ده المعنى الأشمل للاحتياجات اللي الرجل محتاجها من الست. طب بما إن حضرتك مؤخراً أصدرت كتاب جراحة نفسية، ناس كتير قوي بتبقى في علاقات بس مش قادرة تحدد العلاقة اللي هي فيها دي علاقة صحية أو لا، أو مش قادرة تقيمها من البداية. إمتى أقول إن أنا، أو إمتى المؤشر بتاعي يقول إن أنا في علاقة فعلاً صحية؟ حلو قوي برضو السؤال ده. حلو. فكرة أساساً الهيلثي ريليشنشيب، العلاقة الصحية، مش متداول عندنا، لأن إحنا دايماً يعني كنت قلت قبل كده إن إحنا بنيجي ندخل العلاقات ويعني نشوف بقى الكلام عليه، بنقعد ندبدب في بعض ونرهق في بعض وبنستنزف بعض، وكل ده إحنا مفيش في دماغنا حاجة، في حاجة اسمها علاقة صحية، في حاجة اسمها علاقة غير صحية.
فأول حاجة أنا ممكن نقول إن إيه هي مؤشرات العلاقة الصحية؟ رقم واحد، أنت نفسك هل أنت مؤهل لدخول هذه العلاقة؟ هل أنت شخص مؤهل للارتباط عموما؟ هل أنت شخص ناضج عاطفيا؟ يبقى احنا كده مبدئيا قبل ما سيادتك تيجي تقيم علاقتك بالشخص الآخر أو بالطرف الآخر، قيم نفسك، هل أنت شخص طرف صحي في العلاقة؟ لأن أنت غالبا بيكون الطرف التوكسيك، غالبا بيكون الطرف المضر. فدي أول حاجة، فأول مؤشر لي أو أول حاجة أقدر أعرف بيها العلاقة دي صحية ولا لا، أنت نفسك مؤهل للدخول في العلاقة أو لا. دي واحد. طب اتنين. مين يا دكتور اللي هيخليني، او مين هو المؤشر اللي هيقول لي ان انا كويس ولا مش كويس؟ ما انا كل واحد بيعتبر نفسه حلو ان هو كويس. حلو حلو، دي حقيقة. بل الانسان على نفسه بصيرة. بصيرة يعني ايه؟ مشكلتنا دايما ان احنا لما بنيجي نقيم الاشياء بنشوف اللي بره، فالبنت اللي معايا او خطيبتي او مراتي مش مريحاني، فدايما باصص بره، دايما البنت مثلا بتشوف باصص على الطرف الثاني. تقصد برافو عليك، كل واحد فينا دايما بينظر بيشوف الطرف الثاني وبينتقده وبيطلع فيه المشكلات، وبيكون مدرك في قرارة نفسه 100% ان الطرف الثاني ده هو اللي عنده المشكله، وده مستحيل. زي ما قلتي في الكتاب، في جمله انا كاتبها، اي علاقه بين طرفين فهي بين طرفين، فبالتالي اي مشكله تحصل فيها فضروري انت طرف فيها. وضحت؟ الناس مش فاهمه ده حبيبي، العلاقة بين طرفين، فأي مشكلة تحصل فأنت ضروري أنت سبب فيها أيا كان. إن شاء الله لو سبب نسبة بسيطة، إن شاء الله لو أنت النسبة الأقل ونقلب الترابيزة على بعض بالظبط. فلا فالناس ما عندهاش الطرفين، يعني إحنا الاثنين بالظبط، إحنا مش طبيعي. أي علاقة وليها طبيعي، فما تجيش تقول الناحية دي اللي بايظة، لا حبيبي أنت طرف في ده. فلما الإنسان أو لما الشخص يكون في قلب العلاقه بادئ اول حاجه بمعنى بل الانسان على نفسه بصيره، يبقى انا قبل ابص بره ابص جوه. برافو عليك، ابص جوه اشوف. يبقى اول حاجه هنا انت فعلت الوعي الذاتي، ان انا بدات اشوف نفسي اخطائي ايه. لا ده انا عصبي، لا ده انا صوتي بيعلى، لا ده انا مستفز، لا ده انا ما بعرفش هندلها لما نكون بنتخانق، لا ده انا كان المفروض احتوي. عارفه لو كل واحد من الطرفين راجع نفسه بهذه الطريقه، العلاقه هتبقى متزنه وصحيه، هتبقى علاقه متزنه. يا سلام على الاكسبريشنز الحلوه، متزنه وصحيه. يبقى دي اول خطوه، يبقى بل الانسان على نفسه بصيره. اول حاجه انا هشوف نفسي، هشوف نفسي في ايه، هل انا فعلا مؤهل لدخول علاقه ولا انت انسان داخل عمال ترهق اي حد بيتعامل معاك. ثالث حاجه او ثالث نقطه، انك تكون مدرك، او ثالث كونسبت، انك تكون مدرك ان اي علاقه بين طرفين فهي بين طرفين. حبيبي انت طرف المشكله مهما كان الشخص اللي قدامك. عارفه ممكن تكون مثلا ايه، ممكن يكون 100% الشخص قدامك عنده غلط، بس الغلط ده سببه ايه، هتلاقي نفسك انت سبب برضه اكيد. فلما تدرك أو بنسبه ده بنسبه حتى لازم اكون بسبب بنسبه. فلما تدرك ده فهنبدا ندخل في مؤشرات العلاقه الصحيه، ونبدا نشوف جوه العلاقه ايه الاخبار بقى، عايزين نكمل فيها ولا نخلينا زي ما احنا في النقطه دي. قولوا لي. طيب برضو استناد لكتاب جراحة نفسية، هو تقريبا محورنا، لان هو الكتاب ده انت اللي قدرت تعبر فيه عن فهم الذات والصحة النفسية من وجهة نظر الدكتور صلاح قطب. حلو تمام. ازاي الانسان يقدر يعمل جراحة نفسية لمشاعر؟ حلو حلو، مشاعر يعني الانسان يعمل ده بنفسه. حلو. طيب اول حاجه، فكره اسم جراحه نفسيه، معروف ان الجراح ما ايه ما بيهزرش، الحاجه اللي مش عاجباه بيشيلها. فلو خدنا المعنى ان ازاي يقدر الانسان يعمل جراحه او يعمل هيلينج، تعافي لنفسيته او لمشاعره، رقم واحد الوعي بالذات. يعني ايه؟ اسال نفسي سؤال، انا ايه اكتر احساس غالب عليا على مدار اليوم؟ اغلب الناس بتكون في علاقات بتكون مرهقه وهو لازال مكمل فيها، ايا كان نوع او شكل او طبيعه او عمق العلاقه، ممكن تكون صداقه. فاول حاجه انك تدرك الاشياء المرهقه التي تحدث معك والتي لا زالت بتؤثر على نفسيتك بشكل سلبي. حلو، يبقى دي اول حاجه، اول طريق الهيلينج او الجراحه اللي انت مش كلمه جراحه برضه، يعني تحط ايدك على الوجع زي ما كلمه جراحه للناس بتبقى تقيله شويه، فخلينا نستبدل مكانها فكره ازاي اعمل هيلينج المشاعر، ازاي انظف مشاعري، ازاي اخلي الامور اهدى. اول حاجه بشوف المشكله. اغلبنا بيكون عايش حياه لوهيه. يعني ايه حياه لوهيه؟ ان هو بيتعامل مع اشخاص مرهقين ومرتبط في علاقات مرهقه
هو لازال مستمر. فانت اول حاجه عشان تبدا تعمل هيلينج وتعافي او تنظف نفسيتك من المشاعر السلبيه، رقم واحد ادراك الاشياء المرهقه التي تحدث معك. واحد. اتنين، العقل العاطفي لما بيفكر. العقل العاطفي لما بيفكر هو ما بيكونش بيفكر بالمشاعر بس، فبالتالي بيحصل تضخم لمشاعرك باستمرار، وقراراتك في العلاقه او قراراتك في كلمه علاقه هنا يا جماعه ممكن تكون صداقه، ممكن تكون علاقه شغل، مش شرط علاقه حب، علاقه عاطفيه. فاحنا بنتكلم انت ازاي تنظف مشاعرك ونفسيتك. فتاني حاجه انك بتوقف العقل العاطفي وبتشغل العقل المحلل. يعني ايه العقل العاطفي؟ بيفكر بالمشاعر بس. كان في احد الاصدقاء من يومين بتسالني، بتقولي انا دلوقتي في سيتويشن، في موقف معين، وعاطفتي بتقولي ان انا عايزه اكمل مع هذا الشخص، لكن عقلا الامور لا مش هتحصل، فاتعامل ازاي او افكر ازاي؟ هي في الحاله اللي كانت بتكلمني فيها كان العقل العاطفي هو المشتعل، فهي عايشه في حاله نفسيه سيئه. قلت لها طيب واحده واحده، اول حاجه هتعمليها العقل العاطفي ده هديه شويه، انزل كده شويه، لانه عمال يفكر بالحب والاشتياق والكلام ده كله، هدي شويه. العلاقات لا تبنى على هذا الجزء فقط او على هذا العقل فقط. نبدا نرفع العقل المحلل ونفكر، هل الريليشن شيب دي هيلثي؟ هل هي علاقه صحيه؟ هل ليها مستقبل؟ هل الشخص ده مناسب؟ نبدا نشوف الحاجات الاخرى. فلما تبدا تقلل العقل العاطفي ويطلع العقل المحلل، فده هيساعدك انك تاخد اكشن في العلاقات اللي موجوده حواليك. هبدأ ارتفع سنه. يبقى احنا دلوقتي عشان ما نتوهش ازاي نعمل تعافي من المشاعر السلبيه اللي جوانا. رقم واحد، ايقاف الاشياء المرهقه اللي بتحدث معانا حاضرا. رقم اتنين، اني بقلل العقل العاطفي وبشغل العقل المفكر. رقم ثلاثة، اني ببدا اخد قرار في الاشياء المرهقه دي. ليه الانسان بيحافظ على العلاقات المرهقه في حياته؟ جاوبوني انتوا. طيب انا اتفضل. لا جاوبني على السؤال ده الاول. ليه الانسان بيحافظ على العلاقات والاشياء المرهقه في حياته؟ مش ممكن تكون ما تشوفش مثلا في حد مرتبط متجوز والعلاقه بتاعته مرهقه ومش حلوه، لازال مكمل ليه؟ عشان هو اكيد حاول ان هو يكمل وبعد كده رجع وبعد كده وقف زي ما انت قلت، واخد قرار ان هو يسيب. هو خدش قرار، هو لازال اتاتشد بالعلاقه، لازال موجود، لسه موجود. اه هو اكيد ليه تفتكر؟ ليه احنا بنفكر ادمن وجود هذه العلاقه. حلو. بيحبها جدا، ان هو خلاص بقى بالنسبه له يصحى من النوم الصبح النكد ده بالنسبه له بقى حلو. حاجه يبقى الناس حلو. نقطه مهمه، يبقى واحد اعتاد الحاله السلبيه اللي هو عايش فيها، ده رقم واحد. ده رقم اتنين، تفتكروا ايه تاني؟ هي مفيش حاجه تاني غير ادمان حاله المشاعر الحلوه اللي ممكن ياخدها من العقل العاطفي. الانتظار اوريدي، التوقعات عاليه اوريدي، لسه هي زي ما بنقول انت بتقولها العقل العاطفي، وده الاصح، لان ناس كتير قوي بيقول لك بتفكر بقلبك مش بتفكر بعقلك. حلو. ما يعرفوش ان القلب ما بيعرفش يختار، ان حلو. العقل هو اللي بيختار. حلو. وفي عقل عاطفي وفي عقل بيحلل زي ما حضرتك قلت. فبالتالي بيفضلوا جوه العقل العاطفي، ما بيعرفوش يخرجوا منه من دايرته، لانهم عندهم اشتياق للمشاعر دي وحابين يعيشوها. حلو قوي، هاخد الاثنين انتوا قلتهم دولها ايه، حطهم في جمله واحده. انتوا قلتهم صح جدا، الناس بتدمن على الاشياء السلبيه او بتظل اتاشد في علاقه سلبيه. هو عارف ده هو عايز يتخلص من العلاقه دي بقاله 10 سنين، تخيلي. مش عارف ليه. اول حاجه الناس بتعتاد الحاله السلبيه، فده الارم، ده اليرت. يعني ايه؟ خلي بالك، انت لو لقيت نفسك لازلت في هذا التراك ولازلت اتاتشد ومربوط في حاجه انت عارف في قرارة نفسك ان انت المفروض تسيبها، يبقى انت اعتدت الحاله السلبيه، وده مؤشر سيء جدا لحياتك ولنفسيتك ولمستقبلك. واحد. اتنين، ان انت ادمنت جزء بسيط من الحاله دي، او مش ادمنت، انت ادمنت جزء بسيط من الحاله دي او اعتدت على جزء حلو في الحاله دي فانت محافظ عليه. ثلاثة، ان انت خايف من المستقبل، خايف من القدام. فلو اي حد بيشوفنا دلوقتي وموجود في قلب السيتويشن ده، فدول ثلاثة الارمز كده، او ثلاث تنبيهات ينوروا في مخه، خلي بالك انت ماشي غلط، خلي بالك انت بتعتاد الشيء السلبي، واللي هو هيفضل يتكرر معاك سنة ورا التانية ورا التالتة، والله ما تطلع منه. اكيد. هب انه اخذ القرار وابتعد تماما عن هذه العلاقة وهذه الارتباطات، تمام، وجي بعد شوية وبدأ يحن
ويفتح البلوكات تاني. حلو قوي. ويتصل تاني الاكسات ونرجع تاني. انت تشتاق الى الحاله ولا تشتاق الى الشخص. ونعيد تاني نفس ال... انت تشتاق الى الحاله ولا تشتاق الى الشخص. تمام. يعني مشاعر نفسك تعيش المشاعر انت الحاله بس انت مفتقد الحاله لكنك لا تفتقد الشخص. ودي نقطه تخلي بالك منها وهتساعدك في الموفينج اون اللي انت بتعمله اللي هو ايه لما تيجي تحس ده حبيبي انت تشتاق الى الحاله مش الشخص. ليه؟ لان الشخص انت عارف انت اصلا بعدت عنه ليه؟ لان انت عارف في قرارات نفسك ان هذا الشخص توكسيك. لو كان خيرا لبقى. فانت تفتقد الى الحاله. فلذلك لا تنجر في هذه المنطقه ولما تيجي تبدا تحصل حاول تبدا ترجع تاني وتنشغل بحاله تانية او بفكر تاني. ما تستسلمش للمشاعر. بالظبط. لان انت هنا انت تفتقد الى الحاله، انت لا تفتقد الى الشخص، لان انت عارف مليون في المئه ده انت اللي سايبه. ما هو دكتور برضو احنا بنقعد مع بعض مثلا بنقعد نحل مشاكل اسريه. حلو. زوج وزوجه وانفصلوا مع بعض او على وشك الانفصال، يعني كل واحد فيهم قاعد في طريق وقال لك هناخد بريك لمده شهر واثنين وثلاثة والموضوع طول شوية. حلو. فاحنا بنتدخل هنروح نقول لها بقى اصل انت بتشتقي لحالها، ما هو انا برضو لازم اقول لها ايه يعني انا عايز اصلح برضو. حلو. فلازم اجيب على الاقل مميزاته ومميزاتها عشان انقل الصورة الحلوة ما بينهم ببعض، بس لازم يكون في اعتقادهم برضو ان برضو هم نفس اللي هيرجعوا، هو نفس الزعيق بتاعها هيرجع تاني بتاع زمان، هو نفس الخناقات ونفس لازم المشاكل. لازم يحصل ده ولا لا؟ لازم يحصل تغير من الطرفين. اي حد فين بيتغير يا دكتور؟ هنا بقى هنا بنقف هنا. يعني في جه في بالي كده من كام يوم فكره ان المراه هي ده زعل ناس مننا يعني زعل الرجاله مننا ان المراه للاسف هي الاكثر تطورا والاكثر تغيرا من الرجل. هي وده ليه؟ لان المراه بتشغل العقل العاطفي اكثر من العقل المحلل. لا المرأة عندها القدرة على التغير والتطور للأحسن أكتر من الرجل. هل المرأة أقوى من الرجل؟ ما صدقت تفتح حتة اللي عجبتها فهتبدأ حقيقة بيتقال إن الست دايما أقوى من الرجل. لا عايزة إحقاقا إحقاقا يعني إحقاقا للحق فعلا المرأة بتبذل مجهود أكبر في التطور عشان تحسن العلاقة. المرأة بتبذل مجهود أكتر من الرجل في التغير عشان تحسن طبيعة العلاقة. الرجل بطبيعته جامد يعني حلني لو الرجل أدرك أصلاً أدرك إنه غلطان. أيوة كنا لسه بنقول بيسمع حاجة في العربية بايظة يركز قوي إن مش عارفة في صوت في العربية، العربية فيها عيب ومراته بتشتكي بقالها سنين ما بي مش مركز هو مركز في العربية. لا احنا هنا ضروري برضو من الحاجات المهمة فعلا على 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 كل جنتلمان يعني الرجل النبيل ضروري ان هو يعرف ازاي يتعامل مع امرأته، ضروري يعرف ازاي يتعامل مع المرأة عموما، ازاي يعرف يهتم، ازاي يعرف يسمع، ازاي يعرف ينصت، ازاي يعرف لو قبل لو حس لو في شكوى يقدر ان هو يحتويها. ازاي يعرف يحتوي. ازاي يعرف يحتوي في السيتويشنز المختلفة، ازاي يكون عنده المايند سيت الجروث مايند سيت او 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 العقلية القابلة للتطور وللتغير عشان شخصيته وعشان المرأة اللي معاه وعشان الريليشن شيب نفسها انها تبقى اعلى. فده ضروري ان الرجل يقدر ان هو يكتسب هذه العقليه لان هو يكون دي عقليه الرجل النبيل بقى الجنتلمان. لكن بالنسبه للمراه ففي اعتقادي او في اللي انا شايفه انها فعلا بتبذل المجهود الاكبر بتبذل المحاوله الاكبر والاعلى في محاوله التغير والتطور من اجل انجاح العلاقه. اكيد طلع جنتلمان وتمام يا ريت وهي كمان قبلت ان هي تطور وتعمل اللي حلو. انت قلت عليه ضروري ده احنا كده حلينا 90% من المشكله. بس ايه بقى ماله من العلاقه؟ انت كده دخلت في موضوع تاني موضوع الملل من العلاقه مش موضوع الرجوع. لا الملل من العلاقه ده قصه تانية. الملل من العلاقه ده بيحتاج تغيير في حاجات كتير ومن الطرفين مش قصدي ان هم بعد ده كله بقى ممكن بقى يوصلوا بقى ما خلاص بقى احنا زهقنا بقى من مرحله مش مرحله الملل مرحله البلاتو بتحصل في اي ريليشن شيب طبعا ودي ليها معامله وليها طريقه طيب. تانية لكن احنا النقطه اللي احنا وقفنا فيها هي فكره ان لازم الطرفين يكون عندهم العقليه القابله للتطور وللتغير على مدار الحياه عشان تبقى العلاقه متزنه. تمام. الشخصيه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه اللي هي بتبقى مؤذيه في حياه الاشخاص او اللي بتكون بتضغط عليهم الشخصيه السامه او التوكسيك زي ما متعرف عليها. تمام.
ناس كتير بتتمسك بالشخصيه دي لان هي بقى عندها ادمان للشخصيه دي وادمان للوجع بتاع الشخصيه دي وبقت اسيره للشخصيه دي ومش لاقي بديل. بالظبط مش لاقي بديل صحي. بيبقى خايف ان هو يجرب تاني. بلس ان الشخص السام دايما بيخلي الطرف اللي معاه هو طرف وحيد ملوش اشخاص تانيين غيره. صحيح تمام. طيب الشخصيه السامه دي ايه تاثيرها على الاشخاص او بتوصلهم لاي حاله؟ اول حاجه يعني انت بتشوه فطرتك وبتشوه نفسيتك وبتشوه وعيك بارتباطك بشخص بمثل هذه الصفات. يعني بتشوه تشوه نفسك تشوه ذاتي ووعيك ومشاعرك واحساسك وشخصيتك. بتلعب في نفسك وفي وعيك لعب. فاذا انت لم تكن قادر على ان انت تعرف تواجه ده او تعرف تتعامل مع ده ما برضو حتى التعامل مرهق طبعا. يعني فخلينا نرجع تاني عايز مجهود واحده واحده. احنا اصلا خلينا النقطه دي من البدايه خالص. مين هي الشخصيه التوكسيك او الشخصيه السامه؟ برضو انا مش عايز المصطلحات دي بتلمع او حلوه واي حد مش عاجبه اي حاجه توكسيك. انت ممكن انت نفسك اللي بتقول ده انت نفسك توكسيك اصلا. فلذلك لما جينا شفنا لو احنا بنتكلم في وعي فعلا وعي صحي وعي متزن لما جيت قلت لك لا بص لنفسك الاول بل الانسان على السيره بصيره. شوف انت نفسك ممكن تكون فعلا بتعمل حاجات مش حلوه هي اللي بتؤدي للشخص ده يعمل ده فبتنت هو توكسيك. لا ما احنا مش هنقعد نرمي على بعض. فدي حاجه. فمش هقعد احلل الشخص اللي قدامي الا لما اشوف نفسي. طب رقم اتنين لا لقيت الشخص اللي قدامي فعلا بيعمل صفات او بيتعامل معاه بصفات او بطريقه معينه فعلا مش حلوه ومرهقه للنفس. شوف نفسك هل انت الامور عندك تمام خلاص يبقى كده خلصنا. الشخص ده بقى وجودك معاه في هذه العلاقة هل مجرد ما اشوف هذه التصرفات او هذه الاشياء امشي وابعد على طول ولا ممكن يكون في مساحة للتفاهم ولا ايه المراحل اللي اتعامل فيها؟ تمام. طيب اول حاجة لازم ان انت تكسبرس او تعبر عن نفسك ان هذه التصرفات بترهقني وبتتعبني. لازم تهنت يعني تقول ده بيضايقني او ده بيتعبني. ده اصلا ده انت اصلا ان انت ما انت خلي بالك ما انت اصلا كنت تقول الجملة دي او تعبر عنها فده معناه اصلا ان انت عندك وعي بذاتك وتقدير لذاتك ان هذه الاشياء المرهقه لا تناسبك. صح. فانت مبدئيا يعني كون اصلا دي تطلع دي ما تطلعش عند اي حد. فانت كونك تعبر فانت عندك تقدير ذاتي. اغلب الناس اللي بيرتبطوا باشخاص مرهقين هو عندهم ضعف كبير في التقدير الذاتي. ما بيعرفوش. ايوه عندهم ضعف كبير في التقدير الذاتي. قصدي يكتب الكلام ده يكتب هو عاوز ايه في اثناء الحته اللي هو يشتغل على نفسه دايما يفضل يذكر نفسه ان هو انا استحق انا افضل. لانه في هذه العلاقه مع بالظبط لانه في هذه العلاقه مع الشخص المرهق هو بيمحي زي ما انت قلت بيمحي شخصيته او بيمحي وجوده او بيمحي علاقاته. فاول حاجه يكون عندك تقدير ذاتي انك تكسبرس تعبر ان هذه الطريقه لا تناسبني بكل هدوء وبكل بساطه. لو سمحت انت لما بتعمل معايا كذا ما بيناسبنيش يبقى انا اديته فرصه. حلو. يبقى ابدا اشوف. يبقى اول حاجه بعبر عن نفسي عندي تقدير ذاتي وبقول الحاجه الثانيه او الخطوه الثانيه هل هذه الصفات بقت متكرره باستمرار. يبقى انا برضو مش هصبر لحد ما يعني انتحر بس هل هذه الصفات متكرره يبقى انا هحتاج اقف هجمع النقطه الثانيه. طب النقطه الثالثه هل الشخص ده بيتطور بيتغير فعلا؟ لا ده واضح ولا واقف عند هذه النقطه. لقيت عرفت تجاوب الاجابات دي ساعتها تعرف تاخد القرار. لا انا محتاج ان انا ابعد. محتاج ان انا انصرف عن هذه العلاقه لان هي هترهقك وهتتعبك وهتشوه نفسيتك. وحاجه تانية مهمه قوي قوي انا كاتبها في الكتاب بقول كيف تريد او ازاي انت عاوز العلاقه الحلوه والصحيه وانت منشغل بعلاقه مرهقه. أكيد يعني في رواية إلى بيروتية قال جملة وكيف تنشد الإشراق في روحك وأنت مولن وجهك نحو المغرب. يعني أنت إزاي عايز غروب إزاي هتشرق وأنت أساسا فأنت أنت حضرتك أنت منهمك في علاقة مرهقة. فأنت إزاي متخيل أن هجيلك العلاقة الحلوة اللي أنت مستنيها من بره. طب وبتأثر إزاي على الحياة العملية بقى؟ اكتر حاجة يعني مرهقة للانسان وبتؤثر على فكره وعلى حياته مهما كان انسان ناجح مهما كان انسان عنده قدرة على الكنترول هي منطقة المشاعر والعلاقة. دي اكتر حاجة. انا بتخيل كده من يومين كده تخيلت يعني مثلا تخيل جورجينا مرات رونالدو عارفش اتجوزه ولا لا مرات كريستيانو يعني تخيل دي كل يوم تنكد عليه مثلا هل هيبقى رونالدو هو رونالدو بتاعنا؟ تخيل مثلا زوجة محمد صلاح كل يوم تنكد عليه وتصبح عليه وتمسيه بنكد.
هل هذا الشخص بهذه المنتاليتي يفضل هو نفسه؟ لا، العلاقات هي اكتر الاشياء فعلا التي تؤثر على حياة الانسان وعلى نجاحه وعلى مستقبله. لذلك بقول انك تختار صح، ان فعلا هتغير في طبيعة مستقبلك كله. في حالة النجاح برضه يا دكتور، استكمالا للكلام اللي انت بتقوله، هو كلام جميل جدا وجبت مثالين جيدين، لان لو في علاقة توكسيك والتاني حتى لو افترضنا ان هذا الرجل النجح معاه علاقة توكسيك بس ده ناجح، هو بيجري هتاخده تحت. بس هو يعني لازم هتأثر، لازم هتأثر ولازم هتشده تحت، لان روحه بتبقى تعبانه خلاص. لازم الجزء العاطفي ده بالذات في الانسان، سبحان الله، يعني ايه، احنا بنتكلم ازاي تعمل كنترول، وبعلم الناس ازاي تعمل كنترول وازاي تسيطر وازاي تبعد، بس مستحيل الطاقه السلبيه دي عماله تبث مشاعر سلبيه فيك باستمرار وانت هتقول لي هقوم اطلع، مش هتعرف. لازم تبعد، يا اما هتبعد خالص وتنفصل، يا اما لو فضلت هتشدك لتحت. طب بمناسبة العلاقات، اتفضلي، الحب مكانه ايه في حياة صلاح قد؟ اكيد الراجل عنده مشاعر برضه زي ابن ادم يعني. فين الاجابة؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ مش حضرتك لسه بتقول دلوقتي ان الشريك او العلاقة العاطفية او المشاعر عامة بتبقى دايما حافز ودايما بتدي بوزيتيف انرجي وبتدي تقدم للشخص الناجح، تبقى سبورت ليه؟ سبورت لي تبقى سبورتيف لي. بص هقول لك يا ست، انا بالنسبه لي يعني انا ممكن تلاقي فيها كل الحاجات وعكسها. يعني انا شخص عندي كنترول عالي قوي وشخص قادر على الانفصال وان انا اركز وبتاع، وفي نفس الوقت شخص شاعري وحساس جدا. فبالتالي لما بيكون في بيكون في مشاعر او شعور معين من الحاجات اللي بتخليني يعني بطلع فوق مستويات، وفي نفس الوقت لو الحاجه دي او العلاقه دي بتؤثر عليا بالسلب، بيبقى فيه هنا كده ايه بقى، ايه، مشكله، صراع بقى، مشكله، انت مش طبيعتك ومش حياتك. ف طلعنا من السؤال. انا شايف دايما. طب ايه هو مفهوم الحب من وجهه نظر صلاح قد؟ ده سؤال عميق. سؤال عميق. انا بحب افكر في الاسئله. بص انا شايف ان مفهوم الحب في وجهه نظري هو بيتجلى في الصفات وفي التعامل وفي المعاملات في كل الاوقات، سواء في بدايه العلاقه او في منتصف العلاقه او وانت بتنهي العلاقه او ما بعد العلاقه. اكيد يعني دايما بشوف ان حاله الحب هي حاله اعمق بكتير من كل الاشياء المعتاده اللي الناس بتشوفها. الفكره مش فكره ان الشخص يجيب للتاني هديه، ولا ان هو ياخد معاه فوتو سيشن، ولا يعمله فرح في مكان كبير، ولا كل البروباجندا اللي احنا بنشوفها. الناس للاسف بعدت عن معاني الحب العميقه بكل الاشياء الظاهريه، فاصبح ان البنت من دول لما بتشوف اللي بتشوفه على السوشيال ميديا، ان انا عشان تقول لي ان انت بتحبني فانت محتاج تبذل هذا المجهود الخرافي وهذه الاشياء اللامعه عشان تقول لي ان انت بتحبني. ولو جيت بصيت كل العلاقات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا وبتقعد انت تجيبها كده وتقول الحب جميل وقد هما بيحبوا بعض، تفشل. ليه؟ لان هما هنا بيتعاملوا بشكل ظاهري وبيتعاملوا بالاشياء الماديه. لكن انا في فلسفتي وفي وجهه نظري ان الحب اعمق بكتير من كل هذه الحالات، ان الحب يتجلى في الاختلافات. وانا دلوقتي لما نيجي نختلف هنا بيتجلى معنى الحب. طبعا هل انا بيبان في الخلاف اكتر من الاشياء اللي احنا متفقين فيها. طبعا. هل انت هتعرف تحتوي الشخص اللي قدامك؟ هل هتكون سايب له هذه المساحه الكبيره؟ حتى هتكون سايب له هذه المساحه الكبيره حتى ممكن يغلط، طبعا، بس انت عارف ان هو شخص كويس ويرجع يعتذر، فتسيب له هذه المساحه. هل انت العفو عند المقدره؟ ماشي، يعني انت كرجل شرقي سترضى بذلك ان انت تدي المساحه لشريكك؟ طبعا دي المساحه، ما دام انا بحب هذا الشخص وانا مدرك ان هذا الانسان كويس، لازم يكون في ثقه. هي دي الفكره بالظبط، طالما في ثقه خلاص اكيد. فاحنا بنتكلم دلوقتي مش اتنين لسه بيتعرفوا على بعض، احنا بنتكلم اتنين بيحبوا بعض. ففي وجهه نظري ان الحب يتجلى في المعاملات اكتر، في الافعال اكتر، في الخلاف اكتر، في وقت البعد ووقت الهجران اكتر، الأزمات. ما بعد الهجران اكتر، يعني في القران الكريم وهجرهم هجرا جميلا. انت النهارده ضيفنا الرائع وان شاء الله باستمرار.
ان شاء الله. وصلنا لنهايه حلقتنا ضد الرجاله، ولكن وراء كل ست ناجحه نفسها، وراء كل رجل عظيم امراه. مش شرط امراه تكون حبيبته ولا تكون مراته، ممكن تكون امه، ممكن تكون اخته، ممكن تكون توأم لروحه. لكل ست انتي اجمل حاجه في الكون، انتي الكون كله، انتي اللي بتحلي كل حاجه بروحك وبقلبك وبمشاعرك. وخلوا دايما بينكم الموده والرحمه زي ما دكتور صلاح قال. هستناكم الحلقه الجايه، وما تنسوش. انتي بتقولي الست، يعني هو انتي توجهي رساله للست واحنا ما نقولش؟ انا شايفها تتكلم وساكت. لازم يعني مشكله برنامجها مش عارف اقول حاجه، خليها توجه. اتفضل. بما ان احنا يعني قاعدين مع ناس، يعني انا شايف ان العلم نفسه بينطبع الى كتب، او انت علشان توصل لمرحلة معينة انت بتتعب علشان تجيب المعلومة، وبتتعب علشان تشوف حالات قدامك، وبتتعب علشان تشوف حاجات كتير عشان تطلع فيها خلاصة العلم في كتاب. الكتاب دوت هو عبارة عن سطور، السطور دي الحقيقة انا بتعب مع نفسي والله، ده حقيقة بتعب في تطوير نفسي وفي اني اعمل بكل كلمة قبل ما اقولها. مفيش حاجة بقولها الا لما بكون طالعة من شخصيتي، فهو ده التعب الاكبر. ده مهم، فعشان احنا بنوصل رسالة برضو للراجل. العلم ده انت لو ذاكرت كويس واجتهدت واشتغلت على نفسك، كلمة اشتغلت على نفسك دي يعني انت اعرف وعيك، واعرف اعرف انت جواك ايه الجواهر اللي جواك. كل واحد كده ربنا اداله جواهر جواه، مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده، يعني الانسان خلق في احسن تقويم. فده ده فعلا بل الانسان على نفسه، هو عارف ايه اللي جواه وعارف كل حاجه، فلو اشتغل على نفسه اكتر هيطلع المخزون اللي جواه اكتر، فيعرف يتعامل مع الست. حابب تقول حاجه دكتور صلاح؟ طيب هنستناكم الحلقه الجايه، وما تنسوش رايكم دايما بيكمل راينا.